أحملها لهذا الحضور الكريم من مدينة الحمامة البيضاء. بدءاً أتقدم بالشكر الجزيل لاتحاد الأدباء الدولي في شخص رئيسته بالمغرب المبدعة الفياضة ملكة جبلية. الشيء الكثير بجانب هذا المكان ينطق صرداً وشعراً ونغماً وريشاً، كما أنه يشرفني اليوم ألا أتحدث باسمي، لكنني أحمل رسالة نيابة عن رئيس رابطة أدبات وأدباء شمال المغرب وكل عضواتها وأعضائها. إن تواجد الرابطة بهذا الاحتفاء وبدعوة من رئيسة الاتحاد الأدباء الدولي هو تواجد يدعم كل المبادرات الجادة القيمة من جهة، وكذا لتأكيد الرابطة لمصالح الجهوي المنفتح على كل أقاليم ومدن جهة طنجة تطوان الحسيمة. والجدير بالذكر أن الرابطة تعتبر امتدادا لرابطة أدباء الشمال بالمغرب التي كان يرأسها ابن العرائش الراحل محسن أخريف شهيد الثقافة. هذا الامتداد الذي من شأنه سيحافظ على نفس الأهداف وهو المساهمة في النهوض بالمشهد الثقافي من خلال شراكات مع جهات رسمية لدعم الفعل الثقافي، وكذا الانفتاح للمؤسسات والجمعيات الثقافية لتحقيق التكامل والتعاون من أجل توطيد الترابط الثقافي الجاد. وفي هذا السياق لم تتردد الرابطة من المشاركة في هذا التكريم الذي خص به الاتحاد الأدباء الدولي المركز الثقافي العرائش ورموزه المتمثلة في السيد أحمد أشرقي والسيد إدريس علوش والسيدة أم كلثوم، وهي أسماء تحظى بكل تقدير واحترام واعتراف لما يقدمونه للمشهد الثقافي بالعرائش. وكما أشرنا سابقا أن رابطة أدبات وأدباء شمال المغرب هي امتداد لرابطة أدباء الشمال بالمغرب، فبالتالي هي تحمل لهذا الفضاء رسالة اعتراف أنه كان فضاء مفتوحا يحتضن أنشطتها الجهوية ويحتضن مبدعيها في أنشطة ثقافية وازنة. واليوم هي ستسير على نفس المنوال بحضورها وحضور مبدعيها ليشاركوا في هذا التكريم، حيث يحضر معنا نائب رئيس الرابطة الأستاذ الشاعر عبد الرحمن زيوزيو وأمين المال الرابطة المهندس الشاعر سعيد بن عياد. وفي الختام